خلينا بقى ننتقل الى مباراه اخرى يا محمد، مباراه البرازيل وكوريا الجنوبيه. هذه المباراه الكل كان متوقع لاول مره من فتره طويله جدا نتوقع شيء ويبقى واضح امام الجميع. المباراه انتهت 4-1 وكان من الممكن تبقى 8-1. من امتع بقى الاشواط على عكس مباراه اليابان. صحيح. من امتع الاشواط هو الشوط الاول للبرازيل، يمكن هو الصامبا فعلا، يعني هو الصامبا فعلا البرازيليه. الكل كان مركز من جانب المنتخب البرازيلي، الكل كان عايز يصنع طبعا الفارق. لو شفت يا كابتن هدف الهدفين حتى الاول والثاني يمكن بنفس قريبين جدا من نفس الطريقه، فينسيوس الهدف الاولاني، بعد كده حتى الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي ضربه الجزاء لنيمار. الضغط كان كبير جدا من جانب المنتخب البرازيلي على الكوري. يمكن انا البرازيل بالنسبه لها المباراه دي يا كابتن التشكيل طبعا زي ما انت شايف على الشاشه، في حراسه المرمى اليسون النهارده، اليسون بيكر حارس طبعا ليفربول، ادر ميليتاو ريال مدريد، تياجو سيلفا تشيلسي، ماركينيوس باريس سان جيرمان، دانييلو يوفنتوس، تلاقي في وسط الملعب كاسيميرو طبعا مانشستر يونايتد، لوكاس باكيتا ويست هام، نيمار طبعا باريس سان جيرمان، رافينيا برشلونه، فينسيوس ريال مدريد، وريتشارلسون توتنهام. ريتشارلسون يا كابتن عاد نفسه من جديد، يمكن المباريات في كاس العالم بالنسبه له بقت مميزه جدا، يمكن لما هيرجع كمان هيبقى منافس قوي جدا على هجوم توتنهام، هيبقى بيلعب اكيد جنب هاري كين ولكن هيبقى منافس كبير قوي. النهارده نيمار برضو عودته من جديد للمنتخب البرازيلي شيء جيد قبل طبعا الادوار الاقصائيه ومباراه كرواتيا في دور الثمانيه. اعتقد البرازيل من المنتخبات الكابتن اللي هيبقى طريق حتى يعني لوجودها في نص النهائي بقى اسهل شويه من كل المنتخبات الثانيه، يمكن هتبقى اقوى مباراه بالنسبه لها لو واجهت الارجنتين في نصف النهائي. لكن البرازيل النهارده كمان كانت عجباني فيها كابتن، انت بتكلمني محسسني ان هو هيقابله مثلا، لا ده هيقابله الارجنتين برضه، بس هيبقى ماتش صعب. بس البرازيل يمكن كابتن الفتره دي فايق قوي، يمكن حتى بس المباريات دي خلي بالك الارجنتين والبرازيل تحديدا بيبقى يعني مباراه صعبه جدا، مباراه بالنسبه لهم صعبه جدا، بس وشفنا حتى فوق الارجنتين في الكوبا. ولكن الفتره دي يا كابتن البرازيل فايقه جدا، عندها خط هجومي قوي جدا، عندها خط دفاع كمان عاقل قوي، عندهم اثنين خبرات زي ماركينيوس وتياجو سيلفا بيمشوا المباراه بشكل كبير. يمكن البرازيل كمان النهارده كانت بتلعب في عمق الملعب بشكل قوي. كمان من ابرز اللقطات اللي حصلت في المباراه ان تيتي كان عاوز انه يلعب كل اللعيبه، وشفناه قبل نهايه المباراه دفع طبعا بالحارس الثالث ويفرتون ان هو يلعب النهارده مكان اليسون بيكر كده ويشارك عشان يبقى كل اللاعبين موجودين. ادرسون كان خد مباراه الكاميرون في دور المجموعات، فلا يعني البرازيل مميزه جدا النهارده، قدرت تسيطر على كوريا بشكل كبير. كوريا بقى على الجانب الاخر، عارف يا كابتن لما يبقى فريق مش مصدق ان هو تاهل لدور ال 16 ومش مصدق هو بيلاعب مين، عارف يعمل ايه؟ هو صعد بالصدفه، صعد بفوز على البرتغال، يمكن فوز هو في اخر 10 دقايق كان بالظبط. دي تشكيله طبعا كوريا الجنوبيه. هتبص طبعا يا كابتن ابرز اللعيب فيهم، هتبص هتلاقي هو هيونج مين سون نجم طبعا توتنهام، هتبص برضو عندهم اللعيب اللي هو وينج دوت رقم 11 لعيب كويس جدا، عندهم كمان جوي سونج اللي هو المهاجم برضو لعيب كويس جدا بيقدر ان هو يظهر بشكل كويس. ولكن لو تبص هو الضغط كله بيكون من عند هيونج مين سون، هو الضغط كله بيبقى من عليه، الانظار كلها عليه. ولكن كوريا الجنوبيه يمكن صعدت بالصدفه لدور 16 عشان تلاقي فريق من اقوى الفرق في البطوله، يكون الموضوع بالنسبه لها صعب جدا النهارده. كيف رايت هذه المباراه يا عمر؟ مباراه انتهت من الدقيقه 30. لو يعني لو اي حد من المشاهدين اتفرج على المباراه حد الدقيقه 30 فانت مش محتاج تكمل بقيه المباراه. ولكن كمحللين او متابعين كره القدم ادتنا مبررات كتير لحاجات تانية. ليه بقى؟ بمعنى اول حاجه النهارده لعيبه البرازيل ادت اداء بدني اعلى في الرقص مش في اللعب. فكانوا فعلا بياخدوا يعني تيتي رقص وكله رقص وكله رقص كله رقص مع كله مبسوطين. بس يا كابتن انت في دور 16 في كاس عالم، دي المينتاليتي بتاعت لعيبه البرازيل اللي هي المفروض تتحول او يكون عندهم قدر من المسؤوليه نوعا ما. دي بتؤشر لحاجتين، اول حاجه ان مباراه كرواتيا بدنيا هتكون صعبه جدا 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 على كرواتيا، وهتكون على البرازيل سهله جدا لان هم ما تعبوش خالص النهارده. ايه صحيح ما تعبوا في الرقص بس يعني دي حاجه تانية عشان ما نخلطش بس. لكن دي اول شيء. تاني شيء البرازيل بدايه من دور المجموعات مرورا بدور ال 16 لم تواجه فريق منظم هجوميا او يمتلك وسط ملعب قادر على خلق فرص بشكل نظامي وقادر على خلق مساحات بشكل كبير. البرازيل لعبت في دور المجموعات كاميرون وقدرت تحقق عليها فرص، كانوا بيلعبوا بالبودلة بس هم ما عندهمش بودلة، هم كل الفريق اللي عندهم يعني يلعبوا اوائل عالم مرتاحين صف اول كله. لعبت يعني دور المجموعات كله ما كانش فيه الفريق اللي ممكن نقول فيه ان هو هيسبب خطوره على منتخب البرازيل. فعلشان كده زي ما استاذ محمد جمال بيقول ان هم هيلعبوا الارجنتين في نص النهائي، حضرتك اتكلمت معايا، لا هيكون مباراه صعبه. يمكن دي اول مباراه
هتكون مع فريق يقدر يخلق شكل هجومي ضد البرازيل. دي اول كرواتيا؟ مباراه ايه كرواتيا او الارجنتين. بس كرواتيا وقعت بدنيا النهارده، ده النهارده لعبوا شوطين اضافيين، يعني انت الموضوع هيكون صعب قوي. ومحمد نفس الكلام، انهم خلاص وصلوا لمباراه الارجنتين هيلعبوهم، ان الارجنتين كسبت ووصلت وعملت كل حاجه، يعني على امل ان الارجنتين تكسب هولندا. عايزين تتفرجوا على مباراه في معضله يا كابتن هنا، في معضله هنا. اول حاجه الارجنتين والبرتغال، ميسي ورونالدو، العالم كله واقع في معضله. اول حاجه ميسي مع الارجنتين، الارجنتين الى الان لم تؤدي اي مستوى او اداء مقنع. حقيقي رونالدو مع البرتغال، البرتغال لم تؤدي اي اداء او مستوى. النهارده برضه قريت تقرير ان 70% من البرتغاليين يختاروا كريستيانو فار بره التشكيل. كريستيانو بره التشكيل، بره التشكيل. كابتن جول برضو. جول من ركله الجزاء وكمان وبيتخانق على حاجات تانية خالص. وكمان كابتن في مشكله كمان بالنسبه له دلوقتي، هو ان ممكن بكره ما يبقاش قائد منتخب البرتغال قدام سويسرا. يمكن النهارده في تقارير نزلت في الصحافه البرتغاليه ان لحد دلوقتي سانتوس متضايق بسبب اللي حصل في مباراه كوريا الجنوبيه وخروجه، غاضب من المباراه لما خرج في الدقيقه 63 وكان بيزعق. يمكن خرجه قال لك اصل لعيبه كوريا كانت بتتخانق معاه، فهو كان خارج متعصب، ولكن هو كان خارج متعصب على سانتوس. الاثنين اتفقوا على كده. النهارده سانتوس قال كلمه غريبه في المؤتمر وقال لك ان انا بختار قائد المنتخب قبل ما اروح المباراه، فده معناه انه ممكن بكره يقرر ان رونالدو يتم معاقبته، ممكن ما يبداش كاساسي او ممكن يتشيل منه الشاره، فده هيبقى ضربه جديده لرونالدو. رونالدو بيتعرض لضربات كتير جدا غريبه جدا. هو الايام دي الحقيقه انا بشوف ان اوت اوف مود، يعني مش هو رونالدو، مع انه سيبك من يعني بعد السن، ما توصل لهذه السن الكبيره جدا والتاريخ الكبير جدا، اعتقد ان انت لازم تبقى اهدى من كده شويه. بالظبط. هو برضو الفتره اللي فاتت يمكن اختياره للحوار الصحفي اللي عمله طبعا مع بيريس طبعا في ذا صن، واللي كان ضرب نار طبعا في مانشستر يونايتد، وقرر فسخ التعاقد قبل ما يوصل طبعا لكاس العالم.